تحياتي لنا خديجة البراق الصحفية المتميزة، شكرا على الاستضافة. معك الفنان حسن تطواني، وتحياتي لكل الأحباب والأصدقاء. الفنان راه متضرر واحد الدرجة كبيرة بزاف، خصوصا في الظرفية ديال جائحة كورونا، يعني الناس اللي هما في القطاع الموسيقي والفني، سواء العازفين أو المغنيين أو أي كان في القطاع الموسيقي بصفة عامة، راه متضرر وضر بزاف. علاش؟ لأن كنا يعني آخر يعني كان عامل في 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 المخيلة ديالو، يعني غادي يخدم ورا قبل رمضان وغادي يوفر واحد القوت اليومي ديالو للأولاد ديالو من بعد رمضان، العيد إلى آخره. دابا حاليا في جهة الظرفية ديال كورونا راه تسب واحد العديد ديال الفنانين، وفي القطاع يعني الفني ولا القطاع ديال الأعاس في كل المجالات، يعني اللي هما يعني هذه الظرفية يعني أثرت فيهم بشكل كبير. وبالنسبة لي أنا هذه الجائحة هذه ما كانش بالحسبان، لأن الإنسان فيه كيكون يعني عنده شي دخل إضافي، يعني كيقدر يكون واحد التوازن بينه وبين العمل الموسيقي، يعني آخر يعني كيشتغل في الموسيقى أون بلوس، يعني عنده العمل آخر يعني حر من غير الموسيقى، يعني باش كيقدر يتعايش بين الطرفين. ولكن الانسان اللي هو متضرر يعني وكيشتغل في مجال الاعراس ولا يعني غير يعني القدس ديالو اليومي هي من الموسيقى، راه ضرينا بزاف 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 والله العظيم بالله. وبصفه عامه كنتكلم ماشي عليا ولا كنتكلم على الموسيقيين وعلى الفنانين بصفه عامه، ضروا الناس في هذه الجائحه هذه. وبالنسبه العمل ديالي فيما يخص الدور ديالي في التمثيل، واللي هو اللي هو اول مره، صراحه كانت فكره ممتازه وفكره جيده، وكانت اول مره لي التجربه في التمثيل. التجربه هذه اللي مزت فيها مع المخرج والفنان الكبير عبد الله فركوس، اللي كانوا جلوا صحية في الفيلم ديال الكورسا، اللي نال الاعجاب الجمهور التطواني والجمهور المغربي بصفه عامه الحمد لله. كان عندي بعض الادوار يعني في عده اجزاء اللي هما يعني في رمضان كان، وكان في اربعة ديال الاجزاء اللي كنت كل يكون في كل حلقه كيكون عندي دور، يعني سواء في اكسبسيون ولا سواء في كان عند الاجان، سواء في استقبال، يعني بزاف الاشياء. زيادة على ذلك مع الفرقة ديال الموسيقية اللي ليا شرف انني نكون اختوني سي عبد الله فركوس من الفرقة الموسيقية مدينة تطوان الأولى اللي تشتغل معاه الحمد لله، ونكونوا يعني في المستوى المطلوب الحمد لله. يعني بموازاة مع الفرقة ديال الموسيقية كان عندي عدة أدوار كما قلت لكم في هذا الفيلم، وكنتمنى التجربة يعني يعجبكم، لأن أنا ما عنديش إكسبيرونس كبيرة في التمثيل، يعني ماشي بحال الفن والموسيقى، ولكن نتمنى إن شاء الله سبحانه وتعالى ربي يوفقنا وتكون يعني تجربة ثانية وثالثة، ويكون عندنا شي تجربة إضافية في عالم التمثيل إن شاء الله. بالنسبة للعمل ديالي إن شاء الله، كاين عمل إن شاء الله غادي يكون في الشهر اللي غادي يكون تم إلغاء كورونا ورجعنا للحيدينة الطبيعية، غادي يكون واحد العمل وغادي يكون تجي فيديو كليب على الأغنية اللي نخليوها مفاجأة للجمهور، أغنية شبابية واللي كنهضر على الواقع وكنهضر على السوشيال ميديا وعلى الواتساب وعلى يعني على هذا الشيء اللي كنا فيه. يعني كنا قبل كنتعايشوا مع الأحباب ديالنا والأصدقاء ديالنا، كنتلاقاو مع العائلة ديالنا وكنطيو الوقت مع بعضنا. دابا لا، يعني دابا غير التليفون، أخو كينعس في التليفون، كياكل بالتليفون، كيفيق بالتليفون، يعني لو سوشيال ميديا سواء مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او واتساب او تويتر او انستغرام او اي هذا، يعني ما كناش كنعطيوها الاهميه اكثر من بحال دابا حاليا رجعنا مدمنين على التليفون، واي واحد مدمن على الكونيكسيون، مدمن على الواي فاي، مدمن يعني هذا الواي فاي والكونيكسيون يعني عنده علاقه بهذه الاغنيه هذه. ونتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وتحياتي للاخت خديجه ومع تحيه الفنان حسن تطواني.